تخيل النهارده هنعمل فراخ كنتاكي وزاكس زي بره بالظبط وزي المطاعم بالظبط. نقول كمان على الحاجه اللي بتديها نفشه وقرمشه وطراوه كده زي بره بالظبط. تعالوا بقى اقول لكم انا استخدمت ايه. حاجات بسيطه قوي، مش فيها اي حاجه صعبه. اول حاجه انا معايا وراك مسلوقه، لو عايزين تنقعوها في محلول الملح والخل والسكر من بالليل مفيش مشكله، بس انا بحب اسلقها اديها نص سلقه كده شويه علشان ما يبقاش فيها دم او تبقى معرقه بالدم من جوه لاي حاجه. معايا 4 كوبايات دقيق، ومعايا سفن هو ده اللي هعجن بيه العجينه. معايا التوابل، بهارات، توم بودرة، بصل باودر، فلفل اسود، 2 نشا كبار، 1 معلقة ملح، 1 معلقة كركم، ومعايا طبعا بيكنج باودر انا عايزة منه 1 معلقة. هي دي كل المكونات اللي انا محتاجاها، واهمهم السفن طبعا اللي احنا هنعجن بيه العجينة وهنشتغل بيه. انا هفضي كل التوابل دي وهقلبها كده على دي تقليبة كويسة قوي. بصوا لازم تقلبوها كويس قوي، لان انا هاخد نص الخليط دوت اللي هو بمقدار 2 كوباية هاخده هخليه في طبق تاني، مش هعجن العجينة دي كلها، هخليها للفراخ. بصوا حط 1 معلقة البيكنج باودر بس كده، هنقلبها بس تقليبة كويسة كده في وسط الدقيق، وبعد كده هاخد نص المقدار دوت علشان اخليه على جنب عشان انزل بيه بقطعة الفراخ بعد ما اتبلها في العجينة اللي انا هعملها. بس كده السفن بقى ابتدي اشتغل واحدة واحدة، ولا هخلي العجينة مسيلة ولا هخلي العجينة تخينة، هخليها وسط. تفضلوا تقلبوا كويس بحيث ان هو ما يبقاش فيه كلاكيع خالص في الدقيق، علشان لما اجي اعملها او انزل فيها الفرخه ما تطلعليش بكلكيع الدقيق. فانتوا تقلبوا كويس قوي لغايه ما يبقى ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. بصوا بالشكل دوت، لقيتوها تقلت معاكم زودوا حبه سفن تاني، هو ده المكون اللي احنا هنشتغل بيه. مش هنشتغل في ميه ساقعه ولا هنشتغل، لان لما باجي مثلا انزلها دلوقتي في الدقيق طلعتها حطيتها في ميه ساقعه بعد كده نزلتها تاني في الدقيق، بعمل لها طبقات كتيره، بس الطبقه دي بتبقى ناشفه جدا، يعني مع التحمير بجد بينشف بطريقه فظيعه. بصوا انا جربتها في البانيه قبل كده، هو طلع حلو جميل قوي، بس الطبقه اللي بره كانت ناشفه مش زي ديت. السفن بيدي طراوه حلوه قوي. بنزل اهو في العجينه وبعد كده انزل في الدقيق، ما بطبطبش على قطعه الفراخ بالدقيق، انا بحاول ان انا اجيب الدقيق عليها كده من فوق بحيث ان هو يغطيها علشان ما يخليش حته الفرخه مبططه، الشكل بتاعها مبطط. احنا عايزين الشكل بتاع الدقيق يبقى معرق كده وليه شكل كده مش باين ملامحه زي بتاع كنتاكي بالظبط. بصوا بس اهو بنفس الطريقة دي كده هشتغل بقية كل الفراخ. وانا عملت جنبيها كمان كم قطعة بانيه زي الستريبس كده، بس البانيه كان عندي يعني ولا تخين ولا رفيع، هو متوسط. الستريبس طبعا بيبقى عايز قطعة تخينة، يعني صدر الفرخة بتجيبيه بتقوليلي اقطعهولي مثلا على 2، وانتي بتبتدي تقطعيه صوابع فيبقى عندي قطعة تخينة متماسكة كويسة، انما البانيه القطعة بتاعته بتبقى ارق شوية. انا سخنت زيت هنا سخن اهو، وهبتدي انزل فيه بالفراخ. اهم حاجة الزيت يبقى سخن، ما نعملش في زيت بارد لان هتلاقي كل الدقيق ده وقع منك في الزيت، فاشتغلوا دايما على زيت سخن. وبعد كده هدوا النار براحتكم بحيث ان هي تستوي من جوه. زي ما اتفقنا مش عايزين تسلقوا الفراخ ويعملوها في محلول الملح والخل والسكر، ده بيبقى من بالليل بتنقعوها فيها وعلشان الفرخة تطرى. لو مش عايزين فالمسلوق اسلقوها نص سلقة كده وحط لها توابلها عادي وملحها وكل حاجة، وهتبقى تمام معاكو، يعني هتبقى زي الفل بالظبط زي اللي منقوعة في محلول الملح والخل والسكر. بصوا احمرت اهي وبقى لونها ذهبي، بصوا اللون وجماله اهي،
ولا فيها اي حاجة صعبة، ولا هنشتري بقى حاجة من بره، ما نشتريش، نعمل كل حاجة في بيتنا، مقاديرها سهلة وحاجتها سهلة جدا، وما تشتروش حاجة من بره، وبالذات الايام ديت. يعني انا هحط بقى الدفعة التانية من الفريخ، وادي الفراخ اهي معايا خلصت كلها، وكم حتة البانيه اللي انا قلت لكم عملتهم. بصوا ادي البانيه اهو، بصوا من جوه مستوي وجميل، ومن بره مقرمش ولونه ذهبي بالظبط. ادي قطعة فراخ هفتحها لكم اهي، بصوا مستوية وزي الفل من جوه. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، والاشتراك من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، واللايك عشان بيرفع الفيديو. بحبكم، باي باي.